السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ محمد. السي عبد الرحيم بخير عني. الله يبارك فيك. نعم أس. شي بخير. الحمد لله ولله الحمد. الله يبارك فيك. خويا كنشوف هاد لاسير هادي ديال اش هادش من ماركة هادي عندك هنايا. هادي يا سيدي الأربي كوين. أربي كوين. أي الأربي كوين. الأربي كوين أسيدي هادي. يلاه تعرفت هادي باش. بلي حيدتي ليها لاصيرة هادي. أيه اليوم. شحال من جدر عندك هنا؟ ألف. هاديك لاضات ديال الزريعة 15 8 هاديك ديال الكريف فاش تغسلت. لا فاش تغسلت. سبحان الله. راه تبارك الله 15 8 شحال دابا هذا شهر 3 شحال دابا؟ 7 شهور؟ تقريبا. تبارك الله. تبارك الله فواحد النمو زوين تبارك الله. ايوا الله بخير الحمد لله اللهم يسر. اللهم يسر. ريحة تبارك الله. طريقة الإنتاج اش كتعطي الإنتاج في الزيوت ولا في 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 كتعطي الإنتاج في الكيلوغرام ولا كيفاش؟ كتعطي الإنتاج مبكر وكتعطي الإنتاج ديال الزيتون وكتعطي الإنتاج في الزيت. يعني بلاتي نفسروا للمشاهدين يعني الانتاج مبكر هي كطيب بكري. لا كتنتج بكري كتنهي بعد الحمر الصغير وكتنتج تنتج الزيتون كتنتج الزيتون يعني بسرعه وداك الزيتون كتعطي فيه الانتاج ديال الزيت وكتعطي مبكر تعطي الانتاج مبكر وتعطي الانتاج كثير تعطي الانتاج في الزيت هكذاك اي الحمد لله اللهم يسر. Thank you.